صيغة الموصلة والأصح لتحرير هذا التوكيل؟ وهل التوكيل ده يصلح كسند ملكية؟ وإيه هي المشكلات اللي بتقابل البائع؟ وإيه المشكلات اللي تقابل المشتري من تحرير هذا التوكيل إذا كانت الصياغة بتاعته غلط أو كما تعرف عليها؟ كتير من الناس لما يجي يشتري سيارة أو يشتري شقة أو عقار يقول للبائع اديني بس التوكيل بالبيع لنفسه والغير وتوكيل الغير إلى آخره، ويكتفي المشتري بهذا التوكيل وينتهي الموضوع على كده، يقول لك لما اجي انقل الملكيه او ابيع تاني بستخدم هذا التوكيل، لكن ما يعرفش ايه المشكلات اللي ممكن تقابله بعد كده. الاول بالنسبه للبائع، ايه المشكلات من البائع من التوكيل اللي بيعمله؟ اولا التوكيل لابد ان يكون بجمله واحده فقط بالبيع لنفسه فقط في كذا وكذا وكذا، في بيع السياره رقم كذا، في بيع الشقه الكائنه كذا، ونقل الكهرباء والماء المرافق اوكي مش تمام. لكن احنا بنلاقي التوكيل كلمة البيع للنفس وللغير وتوكيل الغير، انت عارف ايه المشكلات انت كراجل موكل او بايع لو كتبت جملة البيع للغير ونفس الغير؟ واحد، ان التوكيل ده ممكن يستخدم اكتر من مرة ويتعامل بيه توكيل اكتر من مرة. طب ده ايه المشكلة في كده؟ ان لو تم البيع باسمك مرة واثنين وثلاثة انت اللي هتشيل حاجة اسمها التصرفات العقارية، ضريبة التصرفات العقارية. عبارة عن ايه ضريبة التصرفات العقارية؟ 2.5% من قيمة الوحدة اللي بتتباع. فأنا لو ببيع شقة قيمتها 1,000,000 جنيه تمام، بدفع 2.5% من 1,000,000 جنيه، يعني 100,000 10% بتاعتها 10، أدفع 2,500، يبقى 2,500 في 10 25,000 جنيه تمام. تاني حاجة، لو هو اللي باع خد التوكيل وباع باسمك مرة وباع مرة تانية ومرضاش يسجل اللي باع له، التاني المشتري الجديد بيضطر بيرفع دعوة اسمها صحة ونفاذ، دعوة اسمها صح ونفاذ. فأنت في الحالة دي بتتحمل حاجة اسمها الرسوم القضائية ومطالبات القضائية للمحكمة، قيمتها حوالي ما بتزيدش عن حوالي 7% من قيمة المبيع. فأنت لو بعت شقة مثلا بمليون جنيه يجيلك عليك 7%، ده مش العقد بتاعك ده، ممكن كمان لو هو باع لواحد تاني تدفع برضه 7% من العقدين دول مرتين. دي من المشكلة التانية. الحاجة التانية، لو هو الراجل اللي أنت بعت له دوت وخد منها كذا التوكيل بصيغه البيع للنفس وللغير وتوكيل الغير، ايه تضمن منين ان هو يسيء استخدام هذا التوكيل ويعرضك لمسؤوليه مدنيه او جنائيه اذا باع اكتر من مره لاكتر من شخص؟ طيب انا انصحك بايه لما تيجي انت كراجل بايع تعمل توكيل بالبيع للنفس فقط، بيع للنفس فقط، ما تزودش اكتر من كده. هو راجل حقه، انا النهارده ايه فكره التوكيل؟ ان انا بديك عقد ابتدائي وبدل ما اجي معاك الشهر العقار انقل لك ملكيه، بقول لك خد توكيل روح انقل ملكيه لنفسك. فهو بيدي لك حق التوقيع على عقد البيع النهائي وفقط لنفسه فقط. طيب انت كراجل مشتري ايه المشكلات تعرض عليها؟ ان بعض المشترين بياخد هذا التوكيل ويكتفي بيه وما حررش عقد بيع. طيب لو لو اللي باع لك مات قبل ما تعمل عقد بيع، وهتستخدم انت التوكيل ده ازاي؟ لو انت كوكيل نفسك لو مت، مين هيستخدم التوكيل؟ التوكيل بينتهي بوفاه الموكل او الوكيل. يعني انا خدت منك التوكيل النهارده واشتريت منك الشقه وقلت بكره اعمل ايه؟ عقد بيع واروح اسجل لنفسي، وجاء الوكيل اللي هو المشتري مات قبل ما يعمل هذا الوقت او هذا الاجراء. ايه الموقف في هذه الحاله؟ في الحاله دي بينتهي التوكيل. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا يبقى معايا عقد بيع ابتدائي جنب التوكيل. طيب ايه المشكله الثانيه في التوكيل؟ في حاجة اسمها ان اللي يكون البائع اتعرض لحاجة من حالات نقصان الإعلام، مش هنتكلم فيها لأن ده مجال واسع كبير. طيب أنت إيه كمشتري إيه اللي يحميك؟ واحد، تاخد توكيل بيع لنفسه ولغيره يكون مذكور فيه 3 حاجات. واحد، كلمة قبض التمن لنفسه. ليه؟ لأن أنا لو بعت باسمك يبقى المفروض التمن ده يروح لك. لكن لما يبقى معايا عقد بيع موجود فيه إن التمن خالص أقدر أبيع بالتوكيل ده. تمام؟ لأن النهاردة عملت لك توكيل روح لبيع للعربية دي، بتروح تبيع العربية وتديني فلوسها. لان انت وكيل اجير عندي بالموجب، لان ده عقد وكاله وكلتك انك تبيع، لكن ما وكلتكش انك تاخد الفلوس دي لحسابك. عشان كده لازم اقول كلمه قبض التمن لنفسه وتوقيع، والتوقيع على عقد البيع النهائي. في حاجه ثالثه، يا ريت انت تزودها لما تيجي تشتري اي وحده عقاريه او تشتري سياره، ويظل التوكيل ساريا في حاله وفاه الموكل. بعض جهات الشراء العقاري بترفض، لكن دي موجوده وجاهزه قانون. النصيحة الأخيرة اللي بنصح بيها سواء بيع أو مشتري، اكتب عقد بيع ملزم ومحدد لالتزاماتك كبائع والتزاماتك كمشتري وحقوقك وحقوقك هنا، وخد توكيل بالبيع للنفس يسمح ب3 حاجات: قبض التمن لنفسه، توقيع عقد البيع النهائي، واستمرار التوكيل في حالة وفاة المشتري.